أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في برنامجكم ازرع فكرة وحلقة جديدة. ازرع فكرة برنامج اجتماعي بيهم كل بيت في مصر وكل أسرة عربية. هنتكلم معاكم عن الشباب وعن التدريبات وعن الحياة الجميلة، عن كل الإيجابيات والمبادرات الإيجابية اللي هدفنا إن احنا بندور عليها، وكمان هنسلط عليها الضوء وهنشوف المشاكل اللي بتواجههم ونحاول نحلها من خلال خبرة ومتخصصين. تابعونا على مدار حلقاتنا اللي هتستمر بفضل دعمكم وثقتكم فينا عشان نتكلم عن كل ما بيتعلق بأخبار مجتمعنا من زراعة وصناعة حتى دنيا المال والأعمال والفن. حلقتنا النهاردة هتكون مقسمة لفقرتين، كل فقرة مختلفة عن التانية. الفقرة التانية اللي هنتكلم فيها هيكون ضيفنا المهندس عيسى مصطفى عيسى، ده صاحب مصنع غزل ونسيج بشبرا الخيمة وعضو بالغرفة التجارية بالأليوبية. وعايزة كمان أذكر حضراتكم إن احنا كنا في حلقة سابقة كان معانا سيادة المستشار حمدي حمدي أبو العنين، ده وكيل أول الغرفة التجارية بالأليوبية، ولسه هنكمل بقية الملف في الفقرة التانية. اما فقرتنا الاولى دي كلها ايجابيات وكلها افكار جديده بتضم شباب وبتضم اشخاص وبتضم افكار على ارض الواقع. هيكون ضيفنا النهارده دكتور محمد فضل، شرفتنا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بحضرتك. هنبتدي مع اول فقره لينا، بس هنشوف فيديو للشركه ونرجع لحضراتكم تاني، وركزوا فيها. الفرق ما بين حد اصلا عاش فقير ومات فقير ومحدش افتكره، وحد لما يحط فلوسه في اي حاجه بيكسب، هو الفكره ان هو دايما بيتعامل مع اي فرصه ان هي لو تكسب. Thank you.
انت بس. انت مادام طلعت من هنا في وانت بيها ليدر سيد القوم خادمهم، اخدم ناسك واحنا احلامهم لحد ما يطلع القرار من عندهم. دونت جيفهم، ما تسيبش حد، حتى لو قال لك انا هتخلى على الحلم ده ما تسيبوش. الموضوع كان اكبر من البالونه اللي في ايدك، لازم تاخد قرار النهارده. وانت فين الدبليو 2019؟ يو هاف تو بروتكت يور دريم، احمي الحلم بتاعك. اعداء النجاح كتير، ما تسيبهمش يترقوه عشان ده حلمك انت. مش كل الناس اللي عندها احلام بتوصل، ده قرارك انت، وانت اللي هتوصل if you want to protect your dream. ده حلمك انت وده قرارك انت، وعشان كده احنا ما عرفناش دكتور محمد فاضل وسيبناه هو اللي يعرفنا، لان دي ممكن تكون فرصتك انت اللي بتتفرج علينا ومتابعينا دلوقتي. اهلا بيك دكتور محمد، مشرفنا في قناة الصحة وجمال برنامجنا ازرع فكرة. حابين بقى نعرف اعزائنا المشاهدين مين هو دكتور محمد فاضل، وايه هي منظمة رويال، وايه هي شركة فايا اللي مقدمة كل ده، لان الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي كله هي شركة فايا اللي بتقوم بيه، سواء رحلات سواء تدريبات. يعرفنا بيه الدكتور. اوكي، انا بشتغل مانجر دايركتور وتشاف لرويال اورجانيزيشن، لايك بالمسميات العادية، مدير يعني لمؤسسة تدريب اصلا تابعة لشركة فايا. رويال بتقدم تدريبات كتيرة جدا، لمجرد ان احنا نتكلم بس عن فايا الاول عشان نعرف بس قصتها ايه، وبعدين اقول لك رويال هي بيكون دورها ايه جوه فايا. تمام. فايا هي شركة تسويق متخصصة في الدرما الكوزماتكس او مستحضرات التجميل الدوائية. وان كنا برضه تعريفا كده سريعا، هو فكره ان في فرق ما بين الكوزماتكس العاديه وما بين فكره الدرما الكوزماتكس. الدرما الكوزماتكس لسه هسال حضرتك دلوقتي، لان في يعني ايه مستحضرات تجميل دوائيه. اوكي، فكره ان المستحضرات التجميل الوقتيه هي لايك الميك ابس اللي بتستخدمها السيدات العاديه يعني، لكن الدرمال دي بيكون حاجات علاجيه، وانا اوريدي بستخدم المستحضرات دي لعلاج ديفوم معين او لعلاج حاجه معينه في البدن وفي الشعر او ايا كان يعني. دي بتشتغل على فكره ادويه، لمجرد ان انت كده كده هتزيل نفس الاثر وهتوصل لنفس الطريقه والديفو اللي انت كنت بتشيله، انت خلاص بتعالجه يعني. كان قدامنا حتى واحنا بنفتح ملف فايا، احنا كنا بندور على حاجه اسمها سبيشاليست او فكره التخصص نفسها. فكره انك تلاقي شركه بتشتغل في كل حاجه، دي الموضوع شويه ما بيديكش نوع من الكومبيتيشن او نوع من المنافسه، انك تنزل السوق ما عندكش برودكت بتاعك. انا دايما بحب امثلها كده، زرعت في دماغنا شركات معينه ان احنا لما بندخل اي مكان بننطق الاسم ده بس، لمجرد بس ان الشركه دي متخصصه في ده، بتعرف تبدع وتعمل ابجريدنج وكل الكلام ده. ساعات الشركه عندنا الفكره ان احنا ننزل المجال ايه، فلقيت ان الدرما الكوزماتكس ده بيحصل فيها مبيعات كتيره جدا، سواء كان جوه مصر او اول اوفر ذا وورلد، على مستوى العالم كله. بدانا ندور على مؤسسه تكون لها علاقه بالصيدله، لان احنا اريد هنتكلم في ادويه واحنا شركه تسويق يعني، وان كنت انا ماهر في التسويق في اي برودكت، لكن طبيعي جدا مش احنا اللي هنكون منشئين للمنتج يعني. تعاقدنا مع مؤسسه فيها صيدله، الناس دي بتعمل ايطاليان ستاندر برودكتس يعني، منتجات على المعايير الايطاليه يعني، وده سمح لنا احنا كفايا ان نشتغل جوه السوق المحلي وجوه السوق الدولي يعني. لمجرد ان انت عندك برودكت، حتى سواء كنا بنتكلم في مصريين او بنتكلم في اجانب، فهم اوريدي محتاجين برودكت تكون الكواليتي بتاعته كويسه. رويال قصه ثانيه خالص، احنا منظومه جوه الشركه بتبدا نحول المستهلك ده الماركتير او لفكره ان هو حد يكون مشغل مسوق، فده بيحتاج مننا ان احنا نرفع الكواليتي بتاعته ونرفع الجوده بتاعته، لمجرد ان هو ماي بي اللي بينضم من الشريحه دي، ايا كانت مستوى ثقافته ايا كان اللوكيشن اللي هو جاي منه ايا كانت الجنسيه او الثقافه اللي بيتعامل بيها، هو مش ماركتير، هو ماي بي يكون موظف، ماي بي يكون ست بيت، ماي بي يكون حد اوريدي لسه ما خلصش دراسته، لان هو لمجرد ان اشترى برودكت من شركه فايا هو يقدر يحمل توكيلها ويبدا ياخد ارباح ويعمل ربحيه بطريقه معينه يعني. اذا انت بتستهدف كل الفئات المجتمع. اوكي، سواء لسه طالب، سواء اتخرج، سواء حد في البيت، سواء حد كبير. انا بالنسبه لي ساعه ما جه فايا هو كده كده كاستمر، كده كده هو مستهلك، ان احنا نحوله بعد كده الماركتنج او فكره انه يكون عنده وكاله ويبدا بعد كده يكسب منها ارباح، دي قصه بيكون طبعا بمحض ارادته هو طبيعي يعني. بس رويال دي منظومه معنويه، انا الام دي بتاعها، بشتغل في المجال ده بقالي 7 سنين تقريبا يعني، ببدا اشتغل على فكره رفع الكواليتي، ازاي يبقى الشخص ده النهارده عنده سيلز سكيلز، سواء مهارات البيع، مهارات التسويق، فكره النهارده الكوميونيكيشن سكيلز نفسها، لان مهارات التواصل والعرض هي هتفيده سواء كان حتى يشتغل معايا
كتيره وهيشتغل حتى في وظيفته العاديه يعني. لمجرد ان هو بيبدا يعمل انكم او يعمل ربح من وراء الفكره ان هو النهارده اخذ وكاله من الشركه يعني. بتقدم تدريبات كتيره جدا، تدريبات اسبوعيه وتدريبات بتكون عباره عن ليدرشيب زي اللي احنا شفناه اللي كان موجود دلوقتي في الفيديو. دي بكام التدريبات؟ لا فور فري، فور فري. احنا لمجرد بس هو كده كده لمجرد ان احنا دربنا الشخص ده فاوريدي رفعت الكواليتي بتاعته، فهو بيضخ ارباح للشركه بموجب المبيعات. طيب في ناس تسال دي تدريبات، طب اللي احنا شفناه ده مش تدريبات؟ جميل. ده انت بتزرع جواه حلم وحافظ على الحلم. اوكي. وتدريبات غريبه. أوكي. حتى ان احنا كمان يعني احنا شايفين الشباب بتوعنا في ناس تقول لك لا مش ملتزمين في الشغل، لا بيجوا يروحوا متاخر وجايين متاخر. لا الطريقه احنا شايفينهم اكنهم في الجيش. جميل. انت مخليهم اكنهم في الجيش. جميل. مخليهم حواليك، مخليهم وعدد كبير. صح. ازاي عامل ده؟ بس خليني اقول لحضرتك على حاجه، وانا هتكلم حتى قبل ما اكون موجود في الصناعه دي وفي الاندستري دي، بتحصل جاب فكريه عندنا بعد ما بنخلص الجامعه بتاعتنا ومحل دراستنا في ان احنا ننزل سوق العمل. بتلاقي في جاب شويه بان انت هتشتغل بطريقه واللي كنت بتدرسه نوعا ما بطريقه يعني. ده لا يعيب الاكاديميه تماما، بس انت فكره ان انت بتدرس بيزكس معين، الجاب دي بتفضل موجوده في دماغنا احنا وفي مخنا احنا بنفكر بيها طول الوقت. طب هو انا ازاي اكون مناسب للسوق يعني؟ حتى لو كان انا نفسي اصبت في وقت ما بالكسل قبل ما ابدا المجال ده لمجرد انا مش عارف مين يزقني ويقول لي هو الماركت النهارده بيشتغل ازاي. طب هو سوق العمل المفترض انا انزله بشكل عامل ازاي؟ طيب رويال دي دورها ايه؟ دورها النهارده ان انت تخليه يعمل اللي هو عايز يعمله بس بطريقه هو بيحبها. فكره ان انت تنطلق من عندك انت، لا هتعمل يعني. في ظل غياب هدف وفي ظل غياب تارجت وفي ظل غياب رؤيه عند الشخص ده، فطبيعي جدا يصاب بالكسل او يفكر النهارده ان مفيش اوبورتيونيتيز معينه او مفيش فرص معينه موجوده يقدر يغتنمها يعني. طب اذا اغتنم الفرصه اللي هو مين بيكون بمحض الصدفه؟ كان كاستمر لشركه فايا او كان عميل عند شركه فايا، فتم تنبيهه بعد كده ان انت عندك ايجنسي او عندك وكاله تقدر تضخ منها بروفيتس او ارباح يعني. هو محتاج دلوقتي حد يبدا ينور له الطريق. انا بتكلم في التريننجز دي، بتكلم عن فكره ان انت عندك هدف مادي وهدف معنوي انت ممكن تحققه من هنا. هل الشخص اللي بيتكلم النهارده هو موجود قدام الشاشه هو الشخص اللي كان من 7 سنين؟ اكيد لا يعني. الفكره كلها ان انت النهارده مارست بزنس بتتعامل فيه كوميونيكيشن سكيلز وبتتعامل مع كميه بشر، فده بيكسبك مهارات اصلا تعرف تتداول بيها سواء حتى في مجال التسويق او في اي مجال تاني يعني. رويال بقى بدات تعمل حاجه تانية، بدات توفر نشاطات كتيره جدا زي الرحله اللي احنا كنا شايفينها في الاول دي. احنا بنلف اماكن سياحيه جوه مصر وبره مصر، لمجرد ان في توب ليدرز موجودين هنا وناس هنا بتعمل فلوس، هو بيحقق التارجت وبعد كده بيهاف فن لمجرد ان هو يعمل الحاجه اللي بيحبها، وصل لهدفه وكان عايز يوصل له، وفي نفس الوقت يو سبورت ديو اللي احنا جينا دلوقتي كمنظومه بنسبورت الشخص ده بان احنا خليناه يعمل اللي هو بيحبه، في وقتها هو يحب ان يحقق الهدف ده جدا. طب الرحلات ديت مكلفه جدا، هل كل اللي بيحقق التارجت يقدر ان هو يطلع معاك؟ يس وفور فري. هو لمجرد ان هو كان محطوط له تارجت، روح اعمل انت بس جزء المبيع بتاعك وتعلم من التريننجز المبدئيه والبيزكس اللي موجوده في التريننج اللي قدمت لك اسبوعيا وكل شهر ونص وكل 3 شهور وفستيفالز بنعملها في اماكن اماكن كبيره يعني، كل ده ساعدناه بيه كبوش تول ان هو يبدا يعمل مبيعات. طب وفي نفس الوقت لما تحقق التارجت انت ليك عندنا مكافاه تانية دي ملهاش علاقه بفكره الفان اللي هو ميبي بيكون بيحبه اصلا. يعني حضرتك بتدي للمستهدف اللي بيجي لك بتدي له منتج جميل وتقوي المهارات بتاعته جميل، وكمان بتدي له رحلات سياحيه سواء جوه مصر او بره مصر، كل ده فور فري. يس يس. لمجرد ان احنا برضو نحسبها حسبه واقعيه، هو الموضوع ماشي وان وان سيتويشن يعني. النهارده في مكاسب مشتركه ما بين الشركه وما بين الشخص ده، ورويال هي القناه اللي موجوده في النص اللي بتوصل للجمهور ده اصلا يعني. فكره انك تدرب اشخاص النهارده هم مالتي ليفل، بمعنى النهارده هم مش على نفس مستوى الثقافه، مش على نفس مستوى التعليم، الموضوع بيحتاج منك انك تكيف السوق بطريقه معينه. الشخص اللي انضم الفايا ده قدر النهارده حقق ارباحه، وفكره كمان ان هو يتدرب على ده، وفكره ان هو كمان احنا بنقدم له حاجه اجتماعيه زي مثلا الرحلات او كل الكلام ده، ما هو برضه عمل بروفيت للشركه. خلينا برضه نتكلم واقعيا يعني، الموضوع مش وان وان سيتويشن، هو النهارده استفاد بالمهارات دي وعمل مكسب لنفسه، جزء العموله او الكوميشنز او المكافئات اللي موجوده هنا، وفي نفس الوقت فايا قدرت تعمل بروفيتس من ورا بيع المنتجات. طب دلوقتي اي حد بيشاهدنا يقول دي فرصه ليا. جميل. بس انا مش فاضي. جميل. او انا احتاج كام ساعه عشان اشتغل مع حضرتك وتديني كل الاوفر ده؟ بص خليني اقول لك على حاجه، المعدلات العالميه عامه يعني اللي بيشتغل البيزنس ده ما لهوش كريتيريا معينه يعني، هو مش موظف هيروح بدفتر الحضور والانصراف لمجرد ان هو عنده من الساعه كذا للساعه كذا. خلينا نصنف البيزنس من الاول، الدايركت سيلز او فكره البيع المباشر نفسها هي معتمده على حاجه اسمها ذا وورد اوف ماوث او الدعايه الشفهيه. النهارده انا عشان اطلع برودكت من ساعه ما يطلع من المصنع لحد ما بيوصل للمستهلك بيعدي على حلقات معينه، فكره ان انا اعمل دعايه في التلفزيون، فكره النهارده ان انا بكون مثلا في تجار الوكلاء وبعدين يوصلوا تجار التجزئه اللي بدورهم بيوصلوا للمستهلك
المستهلك او الكاستمر. احنا لغينا الدوره دي وطلعنا المنتج من مصنع الدنيا للشخص. تعال بقى نتخيل كده، حتى انا وحضرتك دلوقتي كم مره اتكلمنا عن برودكتس، وكم مره عملنا مبيعات لشركات كتيره جدا، بس ما كانش في كونتراكت او تعاقد ما بيننا وما بينهم لفكره ان يكون في كوميشنز او هامش ربح. طب فيا قالت له ايه؟ انا هطلع برودكت من عندي واوريدي تصنيعي واوريدي ده اكسكلوزيف، هو خاص بالشركه اصلا يعني. وقت ما وصلك لو عملت دعايه شفهيه موجوده في دائره علاقاتك ب 30,000 طريقه، لو النهارده بيوصل لشريحه كاستمرز هم اوريدي محتاجين البرودكت، لو النهارده بيعمل صفقات مع مؤسسات لانه اوريدي المنتج مساعد في ده، لو النهارده فكره ان هو يشتغل ديجيتال ماركتير، فكره ان هو بيفهم في الانترنت ودخول بوابه الانترنت، احنا بنشتغل في شركه تسويق الكتروني، فلذلك هو النهارده يقدر ينتشر على مستوى العالم كله، بالنسبه له العالم كله عباره عن قريه صغيره. قدرت اوفر له كل الكلام ده لمجرد ان هو النهارده موجود معانا كوكيل في شركه فيا يعني. طب انت بالنسبه للافكار الجميله اللي احنا بنقولها ديت، شركه فيا بقى لها كام سنه؟ بدأت أواخر 2018، وفكرة التخصص نفسها بدأت 4/2019. أواخر 2018 وإحنا بنتكلم في 2020، لسه في البداية يعني. جميل. أنت ما كملتش تقريبا سنة وكام شهر. جميل جميل. ليكم فروع جوه مصر وبره مصر ولا فروع هنا بس؟ لا، موجود اكتر من 7 دول موجودين بره مصر، منهم ليبيا ومنهم الكويت، ممكن منهم الاردن، وعندنا كمان هنا في مصر منتشرين تقريبا في اكتر من 16 محافظة. كل ده في السنه وكام شهر؟ بص، هو فكره ان هنا تضاعف اسي يعني. فكره ايه؟ النهارده لو حضرتك حامله للتوكيل ده لمجرد برضه هو شراء برودكت في الاول وفي الاخر، انا ممكن اتوجه لاي مؤسسه او لاي ماركت اشتري برودكت. الدنيا عندنا مختلفه. فكره ان انت النهارده مشغل شخص بيمشي في شارع وبيقعد على الانترنت وعنده وقت فري كتير جدا، انت علقت له حتى مرض التوحد اللي احنا بينا مصابين بيه في الاخر، في فكره ان احنا قاعدين على السوشيال ميديا 8 ساعات و9 ساعات و10 ساعات، اقعد على السوشيال ميديا وعين ده في الشارع انك النهارده توصل البرودكتس دي او توصل الفرصه دي لاشخاص ثانيه، الكلام ده ممكن يخليك تنتشر انتشار غير عادي. انا ما اعرفش ليميت العلاقات والريليشن شيبس اللي موجوده عند حضرتك ممكن توديه لحد فين. ميبي يكون عندي ابن عمي، ابن خالي، او حد شريكي، او حد صديقه هو موجود اصلا على السوشيال ميديا، لمجرد شرائه البرودكت هو بقى وكيل في الدوله دي، والشخص بتوكيل واحد يعني دوله بمؤسساتها. حاجة عظيمة جدا. عايزين بقى نقول اللي جاب الفكرة دي لفكرة ملتقى بنعلن عنه يوم 28 الشهر اللي احنا فيه دوت، شهر 2. حلو. ده هيكون في الدلتا. جميل. ايه اختياره للدلتا؟ جميل. وبيحضر فيه كمان كوكبة من النواب ورجال الاعمال. جميل. هل دول بيبقوا مشاركين مع حضرتكم ولا لا؟ ولو انتوا لوحدكم ازاي بتقوموا بملتقى يكون توظيف ولحضراتكم بس يعني؟ ده احنا بننزل كذا شركه في منطقة توظيفي وما بيلحقوش على العدد اللي بيجي لهم. حلو حلو. خليني بس اعرف لك منطقات التوظيف اللي انا كنت بحضرها قبل ما ادخل المجال ده يعني. هو فكره ان موجود اكتر من كامبانيز، كذا شركه موجوده لمجرد ان هي كل واحده بتعرض وظيفه من نوع معين. احنا صنفنا الموضوع دلوقتي امبلوي، هو موظف جاي يستقطع عدد ساعات معينه عشان ياخد دخل معين برضه. خلينا برضو نصنف الدنيا هنا في فيا، لا هو فري بيزنس، هو بيشتغله في الوقت اللي هو عايزه وفي المكان اللي هو عايزه، بيقدر يحدد ده ما بينه وبين الليدرز اللي موجودين عندنا في رويال يعني. طيب الفكره ببساطه، فيا مش بتقدم حاجه واحده، انا اوريدي وانا في ايدي البرودكت انا ممكن اكون كاستمر، ممكن اكون زبون، ممكن اكون النهارده بشتغل ديجيتال ماركتنج، انا موجود اصلا على السوشيال ميديا اوريدي، دي مهنتي قبل ما ادخل اصلا سيد نشتري برودكت مثلا من فيا. فكره النهارده ان انا عندي دوائر علاقات منطلقه حوالين العالم كله، افتح منها توكيلات ثانيه بطريقه غير مباشره ممكن تعمل منها ارباح. فكره النهارده ان انا اعمل ديل مع مؤسسات كتيره جدا، انت بتتكلم عن برودكت بيفتح لك اكتر من مؤسسه، سواء كنا بنتكلم في صيدليات، كوافيرز، ميك اب ارتست، كل الكلام ده بيقتنوا المنتج ده لمجرد صفقه. يبقى انت النهارده مش عندك مهنه واحده، كل واحد من الناس دي. وكان توجهي انا في الاخر بصراحه يعني ان شركه تسويق الكتروني، واحنا كده كده بنتكلم في 2030 في وظائف كتير جدا اكشن واللي موجوده دلوقتي مش هنلاقيها في 2030. ليه؟ اوريدي الانترنت هيكون هو ده العالم والقريه الذكيه اللي احنا بنتعامل من خلالها. ده حتى اذا بصينا حتى لتوجهنا حكوميا جوه مصر، هنا بدات في مبادرات من السيد الرئيس بتتكلم عن فكره ان انت توجهه للتسويق الالكتروني. ليه؟ هو ده العالم اللي احنا رايحين له. اوريدي النهارده مبيعات اكتر من 44% على مستوى العالم بتحصل من على مواقع عالميه ما حصلتش من المتاجر اللي موجوده في الشوارع يعني. فانت كده كده بتدعم المجال اللي جاي، يبقى انت اشتريت مستقبل، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت عندك اكتر من جوب بتقدمها وفي ملتقى توظيفي واحد. تمام. طيب الفكره ببساطه، لو النهارده عم بتكلم عن دي ار سي، وده هيكون المؤتمر اللي موجود في الدلتا ان شاء الله يوم 28/2 دلتا ريكروتمنت كونفرنس، وده هيكون عباره عن مؤتمر توظيف ان شاء الله مختص بكل القطعه كده واللوكيشن اللي موجود في الدلتا يعني. ده هيكون بوجود ناس في اي بيز من الدوله، وهيكون بيتغطى بموجب النهارده عندنا اورجنايزرز او ناس كمؤسسه موجوده اصلا عندنا في رويال من توب ليدرز بيمارسوا المجال ده لسنين فاتت يعني، هم اللي هيكونوا بينكلود او فكره النهارده بيشمل فكره احتواء الاشخاص اللي عايزين يسالوا او يعرفوا الدنيا فيها ايه، وهيتم عرض ربحيه الشركه بشكل عامل ازاي والبرودكتس بتفاصيلها، عشان يقدر النهارده الشخص اللي موجود ده يحدد قراره هو، ما يفرقش ان كان موظف او كان النهارده ما بيشتغلش، لمجرد ان اتعرضت له ايديا او فكره معينه يقدر يغتنمها ويقدر يعمل منها ارباح يعني.
طب بما ان شركه فايا هي القائمه على الملتقى دوت، ايه حضور الكوكبه من النواب ورجال الاعمال؟ حلو. جمعتني ميتنجز، وده كانت حاجه غريبه بصراحه، انا ما عملتهاش في السبع سنين اللي فاتوا تماما. يعني انا يمكن تقريبا توتال الموضوع بفكر في فكره ان ازاي يحصل سيلز، فالنهارده نغطيه بفكره النهارده ان يحصل عندي بروفيت او يحصل عند التوب ليدرز اللي عندي بروفيت. الموضوع اتسع اكتر من كده، ومن حق المجتمع ده. انا كنت واحد حتى قبل ما انضم لمجال الدايركت سيلز كانت عندي بعض الافكار المغلوطه عن المجال ده. طيب نصحح الافكار دي ازاي؟ النهارده لما عملنا ميتنجز ما بيننا وبين الناس اللي موجوده النهارده كساي مثلا اعضاء مجلس الشعب مثلا، الناس دي اوريدي هم دورهم ان يوصلوا فكره خدمه زي وظيفه زي شباب بيشغلوهم، واوريدي احنا بندعم ده. انا الميتنج ما بيعديش 20 دقيقه وبلاقي الشخص ده سبورتد انف، بيقول كويس جدا، انا القناه اللي انت ممكن توصل منها لشباب. الموضوع دلوقتي اصبح عباره عن اوفر وريكوست، هو فكره عرض وطلب، وما دام عرض وطلب والله اللي هيبقى عايز في وقتها احنا هنقدر نوصل لك الفكره للناس دي. قدرنا النهارده نغطي شكل رسمي للمؤتمر بموجب ان الناس البروسبكتس او الناس اللي موجودين اصلا اوريدي بره المجال ياخد فكره اكتر، وهو عارف ان في غطاء قانوني وشكل محترم يكون موجود في الدي ار سي ان شاء الله. مين اللي اختار ان الدعوه تكون في الدلتا وبالمنصوره؟ والله هي كانت بناء على اختياري. وخليني اقول لك على حاجه، احنا عندنا تكتلات، يعني كان اوريدي عندنا مؤتمرات تانية موجوده في القاهره وعندنا مؤتمر موجود في الصعيد اصلا، فاحنا مقسمين الكريتيريا، فكريتيريا الدلتا دي انا المسؤول عنها تقريبا، يعني على حجم التيم اللي موجود بعدد اكبر، حوالي 70-80% موجوده في النطاق ده. انت بتتكلمي على لوكيشن مليان بشري، انت بتتكلمي في اكتر من تعداد 30-40 مليون شخص يقطنوا المنطقه دي اصلا يعني. فاظن ان ده هيكون تجمعهم في منطقه قريبه، بدل ما انت تقول له النهارده التريننج موجود في او سي المؤتمر ده موجود في مكان تاني، فهيكون الموضوع صعب بالنسبه له انه يوصل له. داخل الملتقى كان في فكرة ان انت كاتب مشروع حياة. جميل. ايه مين اللي مختار الاسم دوت وايه الهدف منه؟ والله مشروع حياة ده اللايف جيرني هي ملخص قصة انا عشتها سبع سنين يعني. على فكره الدافع اللي خلاني ابدا المجال ده مش ان انا عندي معلومات كتير عن المجال، بالعكس انا ماي بيكون في معلومات اصلا عرفتها بعد ما بدات المجال باشهر كمان يعني. بعد سبع سنين الدافع في الاول كان كومبالر ريزون، او فكره النهارده عندك اسباب ودوافع قهريه انت لازم تبدا عشانها، فكره ان انت عندك نيدز معينه في حياتك العاديه بيمنعك ما بينها وما بينك وما بينها فكره ان انت معاك ماني او معكش ماني. وان كنا في مجتمعنا بنتعلم حاجه شويه غريبه، يعني الفلوس مش كل حاجه، هو مبدا على فكره صحيح جدا لو كنا بنقول انها غايه، لكن كوسيله انت محتاج يكون عندك مصدر واثنين وثلاثه واربعه. في الكتيبات الكبيره حتى الكتب الكبيره اللي بتتكلم عن الماليات وعن فكره الاقتصاد بيقول لك ما تخليش عندك اوبورتيونيتي واحده ولا فرصه واحده بمبدا انه جارانتي، ما عندكش ضمان اصلا ان كانت الفرصه دي تكمل او ما تكملش. يعني مشوار الحياه بدا من دوافع اوريدي كانت عندي، انا عايز ابدا المجال ده وعايز ابدا الفيلد ده لمجرد انا شفت فيه سكسس ستوريز وشفت ناس بتنجح في المجال ده، لمجرد ان اتحول الحلم ده الحقيقه بقى اصبح مشوار حياه النهارده وانا قاعد قدام حضرتك. ما كنتش من سبع سنين متخيل ان انا في يوم من الايام اكون موجود في بروجرام اتكلم يا جماعه ان عندنا مشوار حياه. مشوار حياه عندنا مش جاست ان انا النهارده احضر لكتشر او احضر محاضره فاكون منها باشنت انف واطلع متحمس جدا واطلع الاقي الواقع شكله مرير. يعني مشوار حياه لا هو صادم ولا هو مرغب بالزياده عشان لما يطلع بره ما يتفاجئش ان هو بعد ما درس كليه تجاره زي ما انا درست كليه تجاره وكنت متوقع ان الدنيا هتكون خيال علمي والعربيه تيجي تاخدني وتوديني، ما جاتش العربيه مش عارف على عين يعني. فانا بدات اسعى النهارده يا اما تشوف بدائل وتشوف طرق ثانيه، يا اما الموضوع بالنسبه لك هيكون تفضل عايش دايما على امل الله اعلم توصل ولا لا. مشوار حياه هو عباره عن كميه سكيلز احنا بنكسبها للناس الممبرز والناس الشركاء اللي موجودين معانا، واحنا بنحترم النو سكيلز، بمعنى ان مش المفترض ان انا لما اروح اقدم في شركه وانا اوريدي خريج جامعه يعني يكون عندي اكسبيرينس كبيره. انا اجيبها منين الاكسبيرينس اصلا؟ يعني انا اوريدي كنت مجرد ستودنت او كنت طالب او كنت كوليدج، فالنهارده انا ما عنديش الخبره الكافيه. يبقى احنا بمشوار حياه بنعلي السكيلز اللي موجوده عنده في الشركه. واحده من ضمن الكونتراكتس بتاعتها هو في رانكات معينه او في مناصب معينه هو بيوصل لها، تعالى نتخيل احنا علينا معاه الكواليتي على المستوى المعنوي واصبح النهارده كاريزما وما بيكون موجود مكاني هنا في يوم من الايام عشان يبدا يتكلم عن سكسس ستوري هو عملها، وفي نفس الوقت انت بتدي له ماديا دوافع عشان ده برضه بصراحه هيدعم الفكره المعنويه كوسيله او كتول ان هو يكون حد من السكسس ستوريز. لما بنيجي في بعد فتره ما على حسب التارجت اللي هو بيعمله بيمضي عقد شراكه ما بيننا وما بينه كشركه فاير، ويبدا يتعامل فيها كمانجر دايركتور زي ما انا موجود كمانجر دايركتور. تخيلي لو بعد 3-4 سنين، ودي واحده من ضمن الرؤى اللي موجوده في الشركه انها تكون منتشره في 30-40 دوله، بياخد نسبه مبيعات من نسبه مبيعات في 30-40 دوله، هيكون الموضوع شكله عامل ازاي؟ انت بتتكلم مع ملياردير افكار قبل ما كان ملياردير فلوس كمان. يعني احنا كده بنتيح كمان الفرصه لاي حد بيغتنم الفرصه زي ما حضرتك قلت له، حلمك ويحفظ عليه وحافظ عليه وده قرارك، احنا بنفتح لهم الفرصه للموضوع، للفرصه اللي هي تقدر ان انت توصل لها. يقدر يتواصل مع حضرتك ازاي من خلال الشغل؟
تقصدي عن المؤتمر بتاع الدي ار سي ولا توتال الوقت يعني؟ توتال الوقت على طول. بصوا احنا عندنا في رويال انا عامل لها هيكل اداري محترم الدنيا. بصوا هو يعني لو بصينا لكل المنظومات اللي بتشتغل في عالم التسويق واحنا مش لوحدنا يعني، ودي في شركات عالميه وشركات محليه، الفكره كلها هو ما بيحطلهاش هيكل اداري، هو بيتعامل بيرسوناليز، هي بيتعامل بفكره ان النهارده بطريقه شخصيه، لمجرد ان انا موجود معاها كمدرب فانا خلاص في كونتاكت ما بينه وبينه. احنا عاملين هنا هيكل اداري كويس جدا وليه ارقام فونز احنا ممكن نوصل لهم، سواء لحضور المؤتمر او لسواء اغتنام الفرصه او لفكره النهارده علامات الاستفهام والتعجب اللي ممكن تكون نشأت من بعد طلوع الحلقه دي، هو عايز يعرف على ارض الواقع يعني ايه، هو انا مفترض البرودكت شكله عامل ازاي، وان كان النهارده الفرصه نفسها تمشي ازاي، والتوتال الديتيلز اللي هو محتاجها. بيتم تحديد مواعيد سواء كان للمؤتمر او لحد من التوب مانجرز اللي موجودين، بيعمل معاه ميتنج على ارض الواقع بيبدا يفهمه والله الدنيا ماشيه عندنا 1 2 3 4 if you want yes if you don't want no. احنا في نهايه فقرتنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور محمد، بس برضه بندي فرصه للمشاهدين ومتابعين برنامج ازرع فكرة، ارقامنا موجودة، فريق الاعداد تقدر تتواصل معي لو انت حابب انت تتواصل مع الشركة مباشر، ونقدر ان احنا نوصلكم ببعض، وتقدر يبقى تغتنم الفرصة وتقدر تحط حلمك وتقدر تتدرب تدريب لائق بيك وفي شركة. احنا لسه شايفين الفيديو بتاعها بيكون شكله عامل ازاي. فقرتنا الاولى خلصت، مع فقرتنا التانية هنطلع فاصل نرجع لحضراتكم تاني. بنشكر حضرتك جدا دكتور محمد، نورتنا في برنامجنا ازرع فكرة. شكرا شكرا. وكانت المنطقه ليل ونهار 24 ساعه شغاله، ال 24 ساعه شغاله. النهارده المصنع اللي شغال شغال يا دوب 8 ساعات وبيفكر يقفل، وبعدين اكتر من 3 ارباع المصانع قفلت. كل اللي شغال دلوقتي باع ارضه وباع ورثه وباع حاجته وشغال. ليه؟ من اولا الدروباج اللي جاي رادم منها البضاعه، الشغل رادمه بضاعه، كل المنتجات اللي جايه من بره موتت قتلت الصناعه بتاعتنا، قتلتها، واخد بالك؟ واحنا مش هنيجي اكتر بالقطاع العام، القطاع العام بكل امكانياته قفل، شركة المحلة وشركة ده بيقفل وبيرفص، واخد بالك؟ احنا بقى ما عندناش امكانيات القطاع العام، قفلنا من 6 سنين 7 سنين، والحكومة عارفة ان الناس جابت، في ناس جابت بال 600 كونتينر وال 700 كونتينر في الشهر، وغزت غزت المنطقة وغزت المحلة وغزت كله وقفلت المصانع. والنهارده الغزل القماش المستورد لغاية دلوقتي بيجي من بره، ومحدش عارف بيجي ازاي ولا بيجي منين. العماله كلها مشيت، النهارده اللي صاحب المصنع بياكل من الكهرباء ومن التامينات ومن فلوس الضرايب. النهارده صاحب المصنع هياكل منين؟ مفيش حاجه، كله اتداين من الكهرباء واتداين من التامينات، واصبحت كلها عبء علينا كتابيا، اصبحت عبء علينا. فحتى العماله اللي كنا مدربينها طلعت كلها على التكاتك، وطلعت كلها واخد بالك شغاله في حاجات خدميه. كنا بنتعب لما نجيب العامل ونربيه زي ولادنا، وبعدين في الاخر العامل سابنا وراح طلع على التوك توك لانه شغله بسيطه وما حدش بيساله في حاجه. يعني بصراحه كده الحكومه سايبانا في كل حاجه، سايبانا في كل حاجه، لغايه لما المنطقه اتهدمت. والباقي كام؟ النهارده المصانع اللي شغاله تتعدى على صوابع اليد، المصانع اللي شغاله. الواحد بيخاف دلوقتي بعد الساعه 7 يمشي في المنطقه من هجر المصانع. يعني الدنيا قفلت خلاص دلوقتي، ما فيش حد النهارده بيترجى من مهنه النسيج حاجه. كله النهارده بيدور ازاي يقفل مصنعه ويخلص ويطلع من عبء الصناعه دي، واخد بالك؟ والقطاع العام شاهد عيان على كده، احنا مش هنطلع اكتر من القطاع العام، القطاع العام نفسه شاهد عيان. فنرجو ان الرئيس السيسي زي ما اهدر الفوائد للبنوك يهدر لنا الفترات القديمه دي، لان ما فيش حد هيقدر يقوم بيها. ونتمنى كده، وده كل اللي عندي اللي انا قلته، وشكرا على كده. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم اخوكم عصام مصطفى عيسى، واسم الشهر عصام عيسى، صاحب مصنع ملابس زي ما انتم شايفين. من التسعينات الدنيا كانت حلوه والشغل تمام، طبعا شايفين الدنيا عامله ازاي لغايه الثوره، طبعا بدات الظروف تنزل. اما من 3 4 سنين بقى الظروف باظت خالص من ساعه التعويم،
والاستيرادات طبعا كل حاجتنا بنجيبها بالدولار من بره، واحنا كمصانع صغيره زي ما انتم شايفين كنا بنعتمد على ان المصانع الكبيره شغاله تصدير بره، ما بقاش في تصدير عشان التعويم ودخلوا على الشغل بتاعنا. ومع تعويم الجنيه البضاعه غليت جدا ومفيش اهتمام بالمصري، كله مستورد مستورد. طبعا الزبون بقى يجيب المستورد احسن من المصري. دي حاجه. الايام دي احنا بقى لنا سنين السنين واقفين مفيش دعم. طبعا كل حاجه الشغل العاصمه الاداريه الجديده، شغل شركات كبيره بره، عايزين اهتمام باصحاب المصانع الصغيره. اعملوا زي الصين شغلونا، هاتوا لنا اي منتج قولوا المصنع ده يعمل كذا وده كذا وده كذا. انما احنا مش لاقيين شغل بصراحه، وانتوا شايفين كل دي مكن وعدد كان عليها عمال. احنا بقالنا سنين مسرحين اكتر من 50 عامل، شوف فيهم كم اسره. كل ده بسبب دخول المستورد، لان احنا كنا بنعتمد على المحلي وكنا بنعمل شغل كتير، بس ما فيش محل دلوقتي، كله بيستورد لان كل حاجه غاليه في مصر. غير ان الناس اللي واقفه مش انا بس، ده ناس كتيره. انا واحد من الناس كنت بدي السويس والمحله واسكندريه، ما بقيتش شد حد شغل خالص لان كله بيستسهل المستورد واسترخصه. الحته عندنا فينش كويس وكل حاجه، بس ثمنها اضعاف المستورد، هيشتروا مصري ليه؟ خلاص وقفنا، واحنا كتكمله للنسيج، بالتالي النسيج وقف. فاحنا عايزين اهتمام بالصناعه المحليه حضرتك. السلام عليكم، انا اسمي عادل بنهاوي، مسؤول هنا فني على المرحله الاولى من غزل النسيج. فهنا بنبدا بقى ايه باول مرحله في النسيج على حسب المواصفة وعلى حسب تشغيل القماش. فهنا كل مواصفة بنبقى ليها عدد معين على المكنة ديت، بتبقى جاهزة بحيث ان هي تروح على المكنة تشتغل على طول مرحلة النسيج تطلع قماش. فهنا كل يعني مش كلها فترة واحدة، هنا انواع من غزول، في 70 في 150 في 300 على حسب اي نوع قماشة لازم تتصنع هنا عندنا، بتطلع مرحلة أولى من هنا، ويبقى على حسب العدد بركبه هنا وبجمعه على المكنة ديت، فبننزل بتبقى جاهزة على الشغل على طول المرحلة اللي بتيجي من عندنا. ورجعنا لحضراتكم تاني وبنكمل فقرتنا التانية مع ضيفنا اللي مشرفنا، المهندس عيسى مصطفى عيسى، صاحب مصنع الغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأليوبية. أهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا باش مهندس. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبخير يا رب. ربنا يكرم. احنا طبعا شفنا التقرير اللي فات، والتقرير دوت كان من مصانع شبرا الخيمة. هنقول بس في البداية ان احنا بنتكلم عن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، والاستعانة كمان بخبرات كبرى الشركات العالمية لتطوير مصانع ومحالج قطاع الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام لإعادة القطن المصري طويل التيلة إلى سابق عهده عشان يكون متربع على الأقطان العالمية. ده بيأكد إصرار الدولة على تعميق المنتج المحلي والقضاء على البطالة. طيب هنلاقي الكلام دوت اللي بيقصد بيه الرئيس. طيب المفروض نعمل ايه؟ المفروض يكون في تعاون قطاعات الدولة مع أصحاب المصانع اللي احنا بنشوفهم النهاردة دي، مصانع الغزل والنسيج ودوت اللي احنا خلينا أو الرئيس عايز ان هو يكون الاصرار بمصالحهم من اجل الارتقاء بالصناعه المهمه دي. طيب لما نيجي نلاقي الناس ديت بتتكلم وبيستغيثوا بالرئيس، لما نلاقيهم مصانعهم بيبتدوا يقفلوها،
ولما نبص لمراحل الصناعة دي مراحلها كتيرة جدا. ده انا عايزة اقول لحضركم احنا نزلنا لقينا ان كل مكنة بتطلع نوع واحد من القماش. احنا عندنا كم نوع في مصر؟ طب لما يكون مكنة تمنها 100,000 جنيه مرمية برا المصنع، لما يكون في حاجة اسمها مشرحة بيكسروا فيها المكنة، ولما يكون منطقة زي شبرا الخيمة وابتدت ان هي تبقى منطقة سكنية مش صناعية للأسف. ده كلام الناس اللي كان موجود وده الحل على أرض الواقع. طيب هنتكلم في ايه؟ بنتكلم ان الدولة مش كلها هي اللي عايزة كده، لا بالعكس، ده سيادة الرئيس مهتم بالغزل والنسيج ومهتم بالصناعة وبيناشد ده. وزير الزراعة مهتم بزراعة القطن، وزير التجارة والصناعة مهتم ان هو يقعد مع مستثمرين كنديين ويبتدي يناشد بالزراعة وبالصناعة ويصدر كمان بره. طيب ازاي احنا كل دوت طفرة كبيرة، وازاي الشركة القابضة بتبتدي تدمج شركاتها من 33 ل9 ل4 وبتقول كمان ان هي تخليهم شركة واحدة. طيب اصحاب المصانع لازم نقعد معاهم، عشان كده استضفنا ضيفنا الباشمهندس عيسى، وهو كمان عنده حلول المشكلة دي هيكلمنا عنها النهاردة، بما انه صاحب مصنع قديم جدا موجود من فترة طويلة في شبرا الخيمة وبيخسر لحد الآن وقاعد عشان هو بيحب البلد دي وبيحب الصناعة دي، وهيكلمنا عن حلولها بما انه هو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعية بالأليوبية. شرفتنا باشمهندس عيسى، ونحب بقى حضرتك تعرف جمهورنا بحضرتك الأول وتعرفنا بمصنع حضرتك واتكلمنا عن الحلول اللي ممكن نحن نلاقيها. الأول أنا عيسى مصطفى عيسى، صاحب مصنع النسيج وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الغزل والنسيج بجمهورية مصر العربية، عضو مجلس إدارة جمعية شبرا الخيمة للغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للغزل والنسيج بالقاهرة. الموضوع أساسا فخامة الرئيس بأمانة جهد وملحوظ ومشكور وتوجهات، وإحنا كل يوم بنشوف في ظل اللي موجود كله، لا مهتم بصناعة الغزل والنسيج. بس هو في حاجة صغيرة عايزين نقولها، هو سيادته مهتم ان القطن المصري يرجع ياخد ويقف على رجله زي ما كان في عهده القديم بالظبط، لان احنا كنا رقم واحد في العالم والبورصة العالمية عندنا في اسكندرية، وكنا بالنسبة للقطن ده يعني مثلا كنا سنة 65 بنزرع 2,300,000 فدان، وكنا ساعتها 15,000 نسمة او حاجات بسيطة تزيد يعني. النهاردة احنا 100,000,000 بنزرع 300,000 فدان، فرق شاسع، فرق كبير. قيس كده، احنا كنا بنغزو العالم يعني، كان الكلام ده. طب النهاردة انت بتتكلموا في القطن، ما هو انت عقبال ما تزرع وتجيب مساحة ارض، لان انت هتاخد من وزير الزراعة عايز تجيب الكم ده كله، هيبقى على حساب منتج تاني واخد وقت. طب احنا دلوقتي لازم نمشي في الطريق ده وما قدامناش حل اللي نمشي فيه، بس المصانع اللي شغالة واللي انت شفتيها دي والناس اللي بتقن دي والمصانع والشركات القطاع العام اللي قفلت يعني. انا كنت في الاليوبيه في شبرا الخيمه، بس كان عندي صروح صناعيه، شركه اسكو، القاهره للصباغه والتجهيز، القاهره للمنسوجات الحراريه، الجوت والوتكس، مش هكلمك على بقيه صناعات تانية زي الازاز، زي المش يعني. في احنا اخر 20 سنه كان في فعل ان الشركات دي تتقفل. طب القطاع العام قفل، القطاع الخاص
معظمه قفل. في ناس كتير زي حالتي موجودين، وفي ناس غلابه يعني انا بشوف بعناية يعني. طب الحل معاهم ايه دول بالظبط؟ احنا عايزين نشوف ايه التطور وايه اللي احنا ممكن نطلع بيه. انتوا بتبصوا لزراعه القطن؟ لا، الموضوع دلوقتي ما بقاش كده. الموضوع ان في قرارات اتخذت من سنه 2002 ومن سنه 94 عشان موضوع القطن، خلاص وقفت القطن. طب القرارات اللي اتعملت ورئيس الوزراء خدها، القرار رقم 1635 ل 2002 اللي هو بيقول السماح المؤقت، وعمل فيه حاجات يعني ما حدش يصدقها. يعني انت بتقول للبضاعه تيجي تقعد عند سنتين، تقعد عند سنتين تعمل ايه؟ يعني انت بقى ومديله الحق بكده انه يقعد. انا ما بقولش برضو عشان الناس لان انا مسؤول، ما بقولش كل الناس كده ولا كل الناس بتشتغل مثلا، لا، في مستوردين 100 100 زملاتنا وحبايبنا، وفي مصدرين 10 على 10 كويسين وبيطالبوا بحقوقهم برضو اللي هو رد الدعم بتاعهم. يعني انا دلوقتي عشان باجي استورد قماش استورده يقعد عندي سنتين؟ ليه؟ القانون هو اداله كده، رئيس الوزراء ادى كده، لان هو في نخبه كانت قايمه على الشغلانه على كده، عباره بقى عن المصدرين على المستوردين على الاتحاد الصناعات، حاجات كده ما تعرفيش ايه هو. انا بستورد القماش ده اعمل بيه ايه؟ ما هو المفروض ان انت بتستورد القماش ده عشان تفصله وترجعه تاني. طب هو التفصيل يقعد معايا سنتين؟ ده الموضوع اللي هو ايه؟ السماح المؤقت اللي انت بتسمح له ينزل من غير ورق، من غير ضرائب، من غير حاجه، عشان ترده تاني. نمره واحد العيب في الشغلانه دي، انت الحاجه دي وهي جايه من المينا عشان تظبطها يجب تحطها في مينا واحده بس، يعني تقول اسكندريه، تقول السخنه، تقول دمياط، عشان يبقى عليها كنترول جامد. طيب انت البضاعه دي وهي جايه من بره، مين اللي بيستلمها؟ هتقول لي بقى المخلص ولا صاحب البضاعة ولا الراجل بتاع الحكومة؟ لا، مش مفروض كده. في لازم الرقابة الصناعية، ولازم ناس معروف عارفة يعني القماش ده يعني مواصفته بتبقى ازاي. استلمه وانا برده تاني برضو هو ده ولا مش هو، انما انا ما عنديش الكلام ده، انا بستلم. مين اللي بيستلم؟ طيب انا دلوقتي عشان اقفل التوصيات بتاعتي عشان وقت البرنامج، وعشان ندي برضو فكرة للمسؤولين ان هم يتعاونوا مع حضراتكم ازاي، عشان الوضع اللي احنا شايفينه ده وضع مؤسف. ما هو احنا عايزين الزراعه، حضرتك قلت لنا قبل الزراعه ده مجال هو طويل، هو في عده قرارات حضرتك لو طلعت. يعني ازاي انت بتديني بتقول لي القماش اللي جاي ده في نسبه هالي 55%؟ مين يقول كده وبقى عنده في اللائحه بتدي له كده؟ يعني انا عشان افصل متر قماش ابقى افصل 10 متر اربي منهم 5 متر ونص ازاي يعني؟ وتقول لي هو كده نسبه هالك؟ لازم الكلام ده يتراجع، لازم الكلام ده يشوف اتحط ازاي وامتى. مفيش حاجه اسمها لائحه بيضه ده يخش ما يتفتش. طيب مشاكل المصانع اللي احنا شفناها ديت، دي مشاكلها في 1 2 3 تكون ايه؟ مشاكلها ان انا عايز المصانع دي احدى يعني عشان تقدر تواكب وتشتغل. اما بتنتج المتر يطلع عالي شويه، اما يطلع عالي شويه واللي جاي من بره ما عليهش اي اعباء فهيبقى بيأثر عليه. وبعدين خدي بالك حضرتك، كل اللي جاي من بره ده 90% منه بلوسترات، ما فيش حاجه اسمها قطن، ما فيش الكلام ده. انا عايز الدوله تخلي بالها من الباب ده، لان هو ده اكتر حاجه تعبه المنتج المصري. لان انا مش بقول لك انت دلوقتي عومت الجنيه غليت الحاجه ماشي، انت النهارده الكهرباء برضو ماشي، انا مش عايز الدوله تخسر في حاجه، بس عشان كمان تحافظني وتحاميني من المنتج اللي جاي من بره المدعم اللي جاي على انه جاي يتفصل ويمشي ويتصرف في البلد. المصانع اللي حضرتك منهم بتعانوا من ايه تاني؟ ما احنا بنعاني ان انا مش قادر، السوق مسروق مني، السوق نفسه مسروق من المصنع. دي نقطة، انما في التقرير اللي احنا شفناه كان في صاحب مصنع قفل بقاله 6 سنين بيقول لك أيوة عشان الضرايب عشان المية عشان الحاجات الكتيرة. دي الحقيقة دي عشان برضه هل دي مشاكل انتوا بتقابلوها ولا لا؟ ده الحق دي لاصحابه. احنا الدولة اتجهت دلوقتي الناس اللي هي متعثرة في بنوك
حلولها، وانا اعرف ناس كتير حلولها الكلام ده. كذلك في التأمينات، يعني ليه بقى؟ لان الحاجات دي انت بيبقى عليك 10,000 جنيه تأمينات مش قادر تدفعهم، بتيجي يوصلوا ل 700 و 800,000 خلاص مفيش. النهارده في قرارات لا ترجع تدفع ال 10,000 وابتدي من الاول. لازم الناس دي تيجي تقابلنا ونقعد، وسياده الرئيس وجميع الوزارات مديين ان الحاجات دي تتحل، هتحل. انما المشكله يعني دي اللي عنده مشكله ان هو قفل وعليه كذا كذا، انما الناس اللي عايزه تشتغل عايزه تحوش عنها اللي جاي من بره. اقفل الباب ده شويه عشان الناس تشتغل. في قرارات كتيره لو اتخذت سهله، انما ان هستنى مزرعه القطن واجني واعمل مراحل كبير. انما في 3 4 قرارات 5 قرارات اهم خدهم، هتلاقي الصبح في نفس، الناس دي هتتنفس. انما انت هتستنى ايه تاني؟ لما تزرع وتقلع من عندك مش هينفع. طيب ثانيا في القطن اللي احنا بنتكلم، احنا لازم نزرع القطن اللي المصانع عايزاه، اللي القطن اللي المصانع عايزاه عندنا 98% منه عايزينه قصير التيله ومتوسط التيله، مش عايزين الطويل التيله. انا بقولش الدوله ما تزرعهوش، بس ده اللي بيشغل مصانعنا. خش على اي بيت او اي منتج هتلاقيه من قصير التيله او طويل التيله. انت بتبص على ده المطلوب على مستوى العالم من طويل التيله حوالي 3% من جمله انتاج العالم من القطن. يبقى انت لما بتنتج طن انت عايز 3 منهم 3 طن بس. عشان كده بنناشد ان المسؤولين يبتدوا يقعدوا مع اصحاب المصانع عشان نعرف احتياجاتكم ايه، ويبتدي خريطه الدوله. هو ده اللي انا باخده، اللي انا باخده جدا جدا على 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 يعني سياده الرئيس مشكورا وبيحل. انت طيب انتوا ليه ما بتقعدوش؟ هو في مين الاب الشرعي بتاع الشغلانه دي؟ اصحاب المصانع، الغرفه اللي بتمثلهم، الناس اللي بيمثلوها. انما انت مهما قعدت مع احترامي للوزراء واي حد تاني، لا انا اللي انقل لك وجعتي واقول لك في ايه عنده وجعني. في عجاله شديده جدا هاخد راي حضرتك في المحالج المتطوره الجديده، وهاخد رايك كمان ان في خلال شهر ديسمبر الماضي تراجعت واردات مصر بنسبه 18% من منتجات الجلود والاحذيه والصناعات الطبيه والحاصلات الزراعيه والملابس والمنتجات الكيميائيه والاسمده والاساس. التراجع في الواردات دي بتحسن ولا بتبسط في صناعه المنتجات والملابس ولا لا؟ بص حضرتك لازم تبقى عارفه حاجه، التراجع احنا الناس النهارده العيشه غاليه والدنيا غاليه، كل اللي كان بيصرف قوي بيلم دلوقتي، لان الدنيا اللي هيدي دروس ولا هيعمل، يعني معظم التراجع يعني شديد بسبب الحاله المعيشيه اللي الناس عايشاها. وده ولازم نرجع نبقى كده، ونبقى لازم مش مستهلكين على طول. احنا عايزين نزرع في بلدنا، نصنع في بلدنا، ومش ده احنا اولا 100 مليون، عارف يعني ايه 100 مليون دول؟ 100 مليون دول ده هم عاملين يقولوا اوروبا سوق على 500 مليون، طب احنا مصر لوحدها 100 مليون، طب تصور ال 100 مليون دول. انا بقول لاي مسؤول شوف ال 100 مليون دول يعوزوا كم متر، يعوز كل واحد كم متر، ما بيعوزش اقل من 50 60 متر حسب الاحتياجات العالميه ده ونسبه الفقر كمان. طب شوف ال 100 مليون يبقى انت عايز كم مليار متر بتنتجهم، شوف عندك في بلدك كم مكنه، طب الباقي ده جاي منين؟ هتلاقي في حاجات مسربه كتير جدا، لما الدوله تاخد بالها منها الدنيا هتمشي. وبالتالي برضو ان المصانع تشتغل تاني فتقدروا ان انتوا توفوا السوق من البلد دي، مش هتقوم الا بالصناعه والزراعه، لازم تاكل من جاريك وزرعك وصناعتك. انت هتستنى من بره وتشتغل، طب الناس هتشتري منين لما هو ايه اللي وقف الحال عندنا؟ ما هو الناس اللي كانت بتشتغل بتقبض بتضخ في السوق، انت مفيش كلام ده، الناس مش شغاله، ايه توك توك ولا بتاع. وبعدين انت النهارده بتقول ايه وزاره التجاره والصناعه؟ انت لازم تقول عليها احنا عايزين وزير لصناعه الغزل والنسيج، ويتحاسب قدام القياده السياسيه وقدام الشعبيه وقدام الدنيا كلها. احنا اتخذوا قرار من قيمه كام، من قيمه سنه وشويه، بانشاء غرفه ملابس جاهزه. طب انا عندي ملابس جاهزه، ايه الفكره يعني؟ احنا بنحارب بعض ليه؟ لا انت ايه المشكله؟ وبعدين انشاتها ليه وانت مفروض ان انت عندك غرفه، وانت حاولت تعملها قبل كده واحنا كسبناها في المحكمه.
تحايلوا وجبت الجماعه النواب بتوعنا يا جماعه في كذا كذا، طب انتوا اللي هتقعدوا، ولا قعدنا ولا عملنا حاجه. هي دي اللي ناقصه، لازم لما يبقى عندك مشكله تقعد الراجل اللي عنده مشكله، وان طلع غلط خلاص يا عم افهمه غلط، انما مش كده. سعدنا بحضرتك جدا، وان شاء الله يكون التوصيات اللي احنا اتكلمنا فيها وصلت للمسؤولين، وان شاء الله بشرة خير ان هما برضو هيقعدوا مع حضراتكم، لان هيبقى دوت الحل الجذري، ان لازم الدولة تقعد مع اصحاب المصانع ونطلع بتوصيات تكون على ارض الواقع. شرفتنا، لازم حضرتك شرفتنا، لازم حضرتك المسؤولين يقعدوا مع المعنيين، عشان في قضايا كتير، في تأمينات وبتاع، يعني في قضايا انا مش عايز اسيرها لان مش وقتها، ما ينفعش يعني. ان شاء الله هي كده اساسا لان احنا في حالتك زي شايفة البلد تانية. واللي فيها مش عايزين بس انا اساسا حضرتك ان ميعاد حلقتنا للاسف خلصت. فاحنا كده كده اساسا لينا اكتر من لقاء، لان ده ملف احنا مش هنسيبه الا لما يكون اتنفذ على ارض الواقع باذن الله. بنشكر حضراتكم جدا متابعين برنامج ازرع فكره من قناه الصحه والجمال. تحياتي هبه علي وفريق الاعداد، شرفنا بحضراتكم. شكرا، حفظ الله، شرف، ربنا يبارك فيك.